هيئة الصحة بدبي DHA. مثل ما نعرف يعني نحن الرياضة من الأمور الداعمة بشكل كبير جدا يعني للصحة، وهذا شيء مهم جدا، والتعاون في هذا المجال أساسي. الجهود المشتركة هذه تدعم القطاع الرياضي وتؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة. نتمنى منع حدوث أي يعني حوادث يعني فيما يعتري أمور الرياضة والنشاط الرياضية، ولكن إن شاء الله لو حدث أي شيء فالخدمة إن شاء الله تكون في أفضل مستوياتها مثل ما تعودنا في دبي. فنتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، ونشكر التواصل ونشكر التعاون المشترك لما فيه المصلحة العامة، وحياكم الله يعني في هيئة الصحة. عندكم أي يعني كل ما طبعا قيمنا خطط عملنا وبين فترة وفترة إن شاء الله الأمور بتتحسن للأفضل إن شاء الله دائما. جزاكم الله خير. شكرا سعادة الأخ عيسى، سعيدين وجودنا اليوم هنا. توقيع مذكرة التفاهم اللي يمكن بعد توقيع المذكرة هذه يعطينا مجال أوسع للعمل وإخراج بعض يعني الأهداف بصورة مناسبة. احنا علاقتنا مع الهيئة يمكن أسفرت عن بعض النتائج، والكادر الموجود كمؤسسة طبعا يعني أسهموا معنا بعض الإسهامات خلال الأعوام السابقة وما قصروا. فاحنا نشكرك أبو محمد على حرصك وعلى تواجدك اليوم، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والنجاح للعلاقة هذه إن شاء الله.